بكل خير، أسعد الله أوقاتكم أيها السادة في كل مكان. نقدم لحضراتكم نشرة جوية، ونلاحظ انتشار السحب على المنطقة الشمالية أدت إلى أمطار على العديد من مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي خلال الساعات أو خلال 24 ساعة الماضية. فيما كانت المنطقة الجنوبية سواء كان الجنوبية الغربية أو الشرقية سماء صافية إلى قليلة السحب. التوقعات لهذا اليوم بداية بالشمال الغربي، حيث نتوقع أن تكون درجات الحارة في كل من سرطة وطرابلس 16 درجة مئوية، ستسجل في زوارة 17 درجة، بني وليد 16، غريان 13، نالود 15، وغدامس 18، مع تكاثر للسحب من حين لآخر على بعض المناطق وخاصة في الصباح. أما المنطقة الشمالية الشرقية فلازالت فرصة الأمطار خلال هذه الساعات موجودة على العديد من المناطق وخاصة أقصى الشرق الليبي والجبل الأخضر. أما درجات الحرارة فتبقى في نفس المعدل، في جدابية 18 درجة، بني غازي 17، البيضاء 14، طبرق 15، الجغبوب 19 درجة مئوية. نلقي نظرة على أجواء الجنوب الغربي، حيث نتوقع أن تكون درجة الحرارة في غات 20 درجة، في كل من أوباري ومرزق 17 درجة، كذلك في هون وسبها. وصولا إلى الجنوب الشرقي والتي تشهد فيه درجات الحرارة استقرار في كل من الكفرة تزرب وسرير، حيث تتراوح في معظمها ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية خلال هذا اليوم. النشرة الخاصة بالصيد البحري للإخوة البحارة على المناطق الممتدة من راس جدير حتى سرت. تكون السماء قليلة السحب، قد تتكاثر في هذا الصباح ثم تتلاشى في آخر النهار. الرياح سيكون بحري إلى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ويكون شرش على باقي الساحل أي شمالي غربي، سرعته ما بين 5 إلى 10 أقداد. ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.5 متر إلى 1.25 متر، وقد يصل إلى 1.5 متر على بعض المناطق. سيكون البحر خفيف الموج على كل السواحل الغربية بإذن الله تعالى. أما درجة حرارة سطح البحر فتصل إلى 17 درجة مئوية مع رؤية جيدة. الساحل من الخليج إلى طبرق تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية. الريح شرش أي شمالي غربي إلى بحري أي شمالي على الساحل الممتد من راس لنوف حتى بني غازي، وبراني أي شمالي شرقي على الجبل الأخضر. بحري أي شمالي على ساحل طبرق، سرعته ما بين 5 إلى 20 عقدة، وهذا ما يجعل ارتفاع الموج يتراوح من 0.5 متر إلى 1.25 متر، ويصل إلى 1.75 متر على الجبل الأخضر بإذن الله تعالى. سيكون البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب صباح هذا اليوم على الجبل الأخضر. أما درجة حرارة سطح البحر فتصل إلى 17 درجة مئوية، الرؤية جيدة بإذن الله تعالى. لم يبقى إلا نذكركم بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. إلى اللقاء.